نحن بلقاء مع المعمرة وديعة خليل خوري أم يوسف من الدمون، ونحن مقبلون على ذكرى النكبة، فهي رح تحدثنا عن الدمون وما جرى للدمون وعن أهل الدمون. فمرحبا أم يوسف. مليون مرحبا. ممكن تحدثينا عن سيرتك في الدمون وما جرى للدمون بعد احتلال إسرائيل؟ أنا وديعة خليل خوري من الدمون، مواليد 32، اتجوزت بنت 14 سنة لابن عمي، قعدت سنتين ونص وأنا عند دار عمي بالدمون. صارت الهجيج، طلعنا من الدمون، إحنا طلعنا من الدمون، بديت الطقطق ويعملوا يقولوا أجل هجانة، وهذا بشهر 4-5 سامع. وانت طلعنا من الدمون، طلعنا في 15-5 كنا بعدنا في البلد، طرشنا عنا اليهود استحلوا العوء واخذوا كل طرش الدواني من هنا. طرشنا احنا سلفي، كان عندنا بيجي 100 صنم سلفي، ما قالوا للهاي لحقتوا الشلع، شلعتنا عندون البلد اهو تعدمون وكل الشلع راحت. أنا بحياة المرحوم أبو يوسف السهل عم نقلع عدس سامع، يقول لي هالناس بتدبس طوط وتدبس طوط ومعمة بحالة، قالوا راحت مساكين. شو كانت الناس عندنا الطرشات عايشين من أهل الدمون، راح قالوا إلياس خوري روحوا طرشوا اللي غني وعنده أراضي ورزق الله عنده، روحوا إحنا ما تروح طرشنا. المهم راح أخذوهم. إسا أهل الدمون يتكلموا العبري على زمان الإنجليز، لأن جيراننا في كفار مساري كايلة شرقي عكا كان يهود يا أزهر قبانيات، وأرضنا وأرضن مع بعض قبل 48 أرضنا وأرضن مع بعض، والبروة قريبة عليه وكمان كان فيها ناس البروة. البروة استحلوها قبلنا كثير قبل الدمون. إسا إحنا استحلون هنا، صاروا يبعثوا بدهن يجيبوا الطرش بس قبل الطرش، قبل ما يجوا إسرائيل بال 48 كيف كانت الحياة غاد بالدمون؟ مين العائلات اللي كانت؟ بالدمون كانت العائلات، في عائلات صغيرة وعائلات كبيرة. يعني أنت بال 35 خلقتي؟ لا بال 32. 32 يعني قبل 16 سنة من الاحتلال، من الاستحلال. المهم كان غالب أعيي والزيادني وشوي عيني. مين من اليوم بتتذكر يعني موجودين في بلادنا هون؟ دار زيادة من زيادة بعد هذيك اليوم لما رحت العام على النكبة أخذت علاحة انت فلان انت فلان وكيف يبوسوني من راسي. زي يعني مين مثلا يعني بتتذكري؟ بتذكر بتذكر علي العمر. أيوة. أبو عفو. سامع. أبو مهاوش على زمان عز أبو مهاوش مهاوش انت فلان أبو هاي كان أصحابه أبويا وأبو يوسف أبو زعيم عيش ابن عمو نايف ابو حميد هاي من من البقعية اديب ابو عادل صاحب سيدي كان عظيم ابو صالح ابو صالح عبد الله الاحمد كانت هاي دارنا هاي الدور الجديد وهاي دار ابو صالح وهاي دار ابو عادل. كيف يعني مرتبه كانت الدمون؟ كان بالنص الكنيسه والجامع واللي حول البيوت حواليها والبيادر. بالبيادر احنا احنا عمرنا دورنا اللي بالبلد فوق حد الكنيسه دارنا كانت دشرناها عمرنا دور حجر عطاز الحديث. حجر الا حجر مش ناري مش حجر لا لا حجر صوان والابواب وجور وايش ثقيل دار الدار هاي ودار ابو صالح. هذول تذكري مين بنى الدار؟ مين البنايين اللي كانوا في زمان؟ بلم 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 ابو سعد من صفد ابو سعد من صفد سامع بنى لاهلي وبنى لدار عمي وابو صالح كانت عندنا عقول دار ابو صالح وعليهم تصويني تصويني بتيجي يعني بدك تقول مثل دار سلفي هيك هيك على دار ابني لتحت لدار وائل هاي تصوينتي بوابه من هون وبوابه من هون البوابه اللي بتروح اسا احنا كانت بوابه اهلي على الشارع اللي بروح على كابول بالظبط اسا احنا دورنا ودار ابو صالح ودار ابو عطاء من هون اما ما كنتش كانت مخلوطه يعني الدور مع بعض اسلام مسيحيه كله مخلوطه فيش يعني فيش عندنا احنا تفرقه البقعيه كانوا على الطرد اللي يجي الشيخ اللي يحمل مسبحه ويجي بالعصا ينزلوا له اطلع من دول اطلع احنا ما كانش عندنا فرق بين مسيح على العيال اسا مثلا عندنا اجر دين يذبح عم ذبيحه يعزم كل هالزعامه انا الزعامه يما كانت اختياريه تفهم يما اللي يتقاتل ما يبيتوش يتقاتل مع بعض يصلحوه بسعتها لك حق
نعطيك اياه. احنا دفعين. هاي اسمها اللجنه. من اللجنه هاي وين رئيس اللجنه عند سيدي. لان ما يضحكوش تبقى هي. سيدي شو اسمه؟ عبد الله كان مختار المسيحيه. السيد عند سيدي. وين؟ عند ابو خليل. ان اجى الحاكم عند ابو خليل. ان اجى المطران تستقبله البعي والزيارني عند العين. يصفوا ناس من هون البعي من هون. وهي كانت اول البلد السلفوت على الكابولي. ايوه على الكابولي. هناك يستنوا المطران تيجي لما يجي عندنا هون عند سيدي ولا هاد على الصفين. يزور من كل عيله، يزور ابو مهاوش الزعيم مهاوش، يزور ابو عادل اديب اديب البتاعي سامع. هذول لازم المطران نروح يزورهم يعني. ويعمل نعمل هالاكل وهالزغاريت وهالاشياء وتحتفلوا. الناس اكثر شيء من هناك كانت عايشه من الارض، يعني تزرع بعل عندنا احنا ثلاث اقسام البلد كانت. سامع. ايوه. اللي فلاحين وغنيا وعندهم اراضيهم وشيء. لوين اراضي كانت توصل؟ توصل على الدمون. ارض الدمون توصل عكا. ايوه. توصل تحت ارض جيراننا اهل جولس. جولس. وتوصل هون شفا عمريه في كرداني. هاي ارض الدمون كانت. سامع. الطمار من ارض النجات يجيها. وين ما كانوا بالليل. لا وين ما كانوا بالليل الغربي وعلى الطمار. المهم وفيش فرق لنا ما بين مسيح وبين مسلم. مظبوط. اسا احنا عمي قاعد بين البقعيه، دار العتيقه كانت بين الدار اللبناني وبين البقعيه فوق. اسا الدار اللي تحتها احنا والبقعيه. سيدي هو الزيادني من شرقة ودار ابو علي بقولوا لهم، ودار مراد هذول عائلات صغيره. ودار عثمان. دار عثمان هذول كانوا عائلات، هذول دارنا حدين يعني. هن جيراننا خلص. في جاه اول ما ياخذوا سيدي. في هذا اول ما يفوت العائلة. مين كان الشيخ بهيك الفتره قبل الاحتلال الاسرائيلي؟ مين كان الشيخ؟ تعرفي اسم الشيخ مين كان؟ الشيخ كان عندنا شيخ من اكزم. من اكزم، وكان جامع وكان يصلي فيه ويصلوا فيه. هذا الجامع جامع الدمون هو الوحيد باسرائيل. فيش بكل اسرائيل ما فيش جامع مثله. كان شعب. الكنيسه كانت مين اللي خوري كان؟ كان عندنا احنا زمان الكنيسه كاتلوك ولا روم؟ لا كاتلوك. كاتلوك كناش روم. الكنيسه على زمان ابوها لستي. ابوها طلع من عيل الستة 18 فول. 18 فول مسلسل. مسلسل. مسلسل من دار مين هن؟ من دار الخوري. دار الخوري. من دار الخوري. اسا اخر اشي ابوها لستي. صار يجينا خوري. شو اسمه؟ كان اسمه ستفان. ستفان خوري ستفان. خوري ستفان. وابوه كان قبله اسمه لخاري خوري مينا. يعني هن خوارب. خوارب. نعم هو مسلسل. اسا من وقت صار يجينا خوري من هون على وعي انا. اجى خوري من سخنين. من سخنين. من سخنين. على وعي انا اجانا خوري من عنبيل، كان يصلي من عنبيل. لبنان. من عنبيل. كان يصلي في اكريت وجابوه على الدمون. من اكريت. وخوري اخرى من شفا عمر، يعني يجي مدي وروح. اما كان عندنا انطش لحد الكنيسه. كان انطش دير يعني صغير ولا؟ لا انطش يعني يسكن الخوري. يسكن الخوري. اوضتين ثلاثه احد بعضهم حد الكنيسه. حد الكنيسه. ايوه. المهم جيران يعني فيش عندنا فرق بين مسلم ومسيحي. الفرح مع بعض. الكرح مع بعض. العيش مع بعض. دارنا ما تفتح. اي عيال كنتوا تحتفلوا مع بعض؟ لما يجي الاعياد الاسلام تحتفلوا وعياد ال اللي بحارة الزيادني يعزم الزيادني. واللي بحارة لاي مثل عمي وسيدي بحارة البقعية يعزم البقعية. يذبح الذبيحة تيجي تتعايد الناس علينا، تعايد وتتغدى وتروح. هيك. وهن كمان اعيادن على الشكل. شايف؟ النسوان شو كانوا اكثر شغلة يعني غير غير عمل الفلاحة؟ شو كانوا يشتغلوا النسوان كمان؟ ولا شيء. كان في معلمات، كان في مدارس، كان مدارس. كان بالدمون. بالدمون كان مدارس الاولاد للبنات. للبنات. لا الا لل. كم مدرسة كان؟ كان المدرسة. ايوه. كانوا يستأجروا عنا اهلي معنا. انت تعلمتي في المدرسة ولا ما علمونيش ولا انت وين تتعلم؟ كان عيب عنا اللي البنت تتعلم. لا ممنوع تتعلم. تتذكري مين كان المدير للمدرسة حتى لو كانت الأولاد؟ تتذكري المدير اسمه مين كان؟ اسمه مراد من عرابي. من عرابي. من عرابي. وكان عندنا كمان واحد اسمه شوكت من عكا. من عكا. من عكا. يعلم. هدول يعلم هذول على زمان يعني لأنه الأهل. يعني أنت لجيل 13 ما كنتيش لا تقرأ ولا تكتب، كيف تعلمتي؟ ولا تعلمت، مين قال لك أنا مش متعلمة؟ بس أنا الدهر علمني والحياة علمتني. أنا يا قعدت مع محامية ويا قعدت مع دكاترة. أنا مش صدقش إنك أنت مش متعلمة. لك عم بصدق أنا شو اللي شوف العلم خيي يا حبيبي. مش علم الألم، صدق الألم ولا شيء. علم الاجتماع.
علم المنطق وعلى الاجتماع. علم سيدي ما هو كل شيء يصير عنده نتنصت نوقف نوقف انا اوقف اسمع شو بيحكوا شو بيحكوا اعيد عندي يعني احب انا بحب الجمعه بحب الاختيارية بحب اقعد معي شايف هاي في الدم ما هيك تعلمتوا تعلمت هسه كيف بتقدر انت توصفي لنا كيف احتلوا الدمون شو صار في هيك اللحظه؟ ما بنقول لك احتلوا الدمون قبل واحنا بعدنا فيها في البلد في البلد نفس البلد قاعده الناس فيها اخذوا الطرش راحت العلاقه بيننا وبين اليهود صاروا يبعثوا تعرف الدمون كانت حد الدوله الفلسطينيه حسب التقسيم كانت بالدوله عمي اسمع كنا بالحصيده نحصد انا متجوزه مشي كانت على التقسيم مشي اللي من عندنا احنا عندنا ارض شرقي عكا اجى من عكا التراكتور وفتح الشارع تلم هاي من هون لفلسطين وهاي من هون لليهود مظبوط اعوذ بالله هذول بدنا نقطعهم بالفاس مين اليهود ولكو يا عمي خلينا نعمل دولة وسكتهم ولكو اعملوا يا عرب دولة شوف العرب خون العرب مش نافعين العرب ما فيش اعطل منهم قتلوا 30 مختار بليلة واحد دبوها ودبوها من الريني من عبلين شايف؟ قتلوه، أخذوا عمهم قتلوه، من الدمون، من الدمون قتلوه، من الزيادة على العمر مصطفى العمر مصطفى العمر قتلوه، الكل بيقولوا له أبو الشريف قتلوه، هذا من الدمون، كل واحد ندفع هذا اللي ياخذوه يقتلوه، طب مش هيك اللي بيعامل الناس مش هيك اللي بيعامل الناس يعني انتوا شو عملتوا لما انه اخذوا شنعه الطرش؟ خلص صاروا يبعثوا بهاي كل يوم الصبح تروح الناس الصرح الهجان نلاقي مكتوب اللي تروح على الاول عندي علي نلاقي المكتوب يا جماعه تعالوا تنتفق احنا وياكم وخذوا ارضكم وخذوا احنا جيران ومضينا هالعمر مع بعضنا اليوم تعي يا عمي خذوا ارضكم خذوا معزاكم واحنا بدناش ونتفاهم وبدناش شيء منكم بس جيراننا احنا جيران وفي بين معرفه بين بعضنا عن ابو اللي جاب المكتوبه بعيدين عنك بس السؤال كيف يعني كيف الناس تركت البلد؟ طب ليش تركت البلد؟ تركنا البلد اخذوا استحلوا اخذوا اليهود واخذوا التل التل كسان اذا بتعرفوا ايوه وين مغربين هسه اخذوا البروي قبل اخذوها قبلنا بيجي بشهرين ثلاثه هسه استحلوا البروي اليهود قعدوا بالبروي وصاروا طاقه لما استحلوا قال جابوا لنا جيش الانقاذ ينقذنا احطوه في الدمون بالدمون الا حطوا منين خلقان من صفوريه رعيان ومن كوكب بندر منين ها ولا بقول بدي يجيكوا هسه جيش من سوريا جيش بيك الشكلي بالضبط والله اجوا استحلوا دار ابو صالح مين ابو صالح ابو المختار من البقعيه واستحلوا دارنا بدينا الدور ودار اهلي قعدوا وصاروا يقعدوا اذبح يا ابو موسى هيا طلعوا نسال يذبح طعمي اذبح يا ابو خليل يذبح اذبح يا ابو صالح يذبح وطعمه يقعد هاي شو لما اجوا بعيدين عنك يطلعوا في البسطان ما كانش كنبايات يما كان احنا عشان عندنا غنم طرش الفرشه 5 طرطال صوف هيك العلوه لوك العلوه عندنا يحطوا ويدعسوا عليها شو بدك تقول؟ اجى مسك قالوا يا جماعه كنا مناش عود اسا لما اجوا تعين شيء هوار من العطين من سوريا سامع صاروا بنات عندنا كانت حلوه بالدمون فيش بنات الزين اللي كان بالدمون والجمال والطول والكسم ما فيش ولا ببلاد زي الدمون شو يشوف هاي البنات نازلت ما بتعرف على العيد نازلت تروح من العيد رايحه جاي شو يقولوا يمسكوا وانا متجوزه وكبيره يمسكوا كل اربعه من الحوارني يهزوا بعضهم هيك يعني ينزلوا قال على العبين الصبر ما احنا من دارنا عند الصبر يعملوا شؤون يا مغنجي يا مغنجي انزلي صوب الحكوره وتحججي وانا بستناكي هذا سمعنا سمعت حياه مرت عمي موسى اياد وام صالح ام المختار هذول كانوا ثنتين اصحاب اللي تغيب من الهايت تزبل لها بعيدين عنك الطابون وشهيتين شبعانين وغنى الله يجمعانين المهم قالت العزة عزة هي ام صالح عزة شو هالمصيبة هنين هذا شو تصيري جايين هنا يدافعوا عنا ولا يحبوا بناتنا قالت لها شو نادت على المختار أبو أكرم أبو أكرم إن كان الآن العام بالنكبة ببوس براسي أكرم إحنا ربنا عمي ربنا عمي صميرة أخته ربنا أكرم عمي. إيش اسمه أكرم البقاعي صار المهم ولا بقول لنا ولا بقول لها عاد قالها يما أصبتي المختار ما هو أصبتي يما أصبتي يعني نقدر نستطيع نحكي أصبتي يعني بالدار أول جمعة وثاني جمعة أجا جيش أبو محمود جاي عليه
صفوري برضو أوسخ استحلوا الدور. قالوا يا عمي مناش احنا خلاص حملوا حملت بيجي كان 100 اختيار في الدمول هالعب العجمية وهالسعادة. نمنا عند طمرة يما 3 ليالي بالعريض بقولوله احنا طرشنا زادت العيار يعني قالوا لكم اطلعوا احنا بنرجعكم بعد لا احنا مش يسار هجوم يعني من اليهود ما طلعناش من اليهود يعني مش اليهود طلعتنا طلعنا من القرف العرب مش من اليهود سامع ضلينا طالعين ولا بقولوا ولا جايينا مكتوب احنا تحت انتقلنا عند كابول غربي كابول في زيتونات هناك حطينا حدهم ذبحوا هالذيحة وعلقوها وابو موسى وابو خليل والقهوة ابو يوسف للقهوة عالجرن عالجرن بيّلها الناس 3 ايام قعدنا عند كابول ولا اسا اليهود بعثوا لنا مكتوب جابوا اسمه واحد محمود ابو الدهمر من طمرة هذا مين هارون المختار اللي كرداني كان ما ارضنا حدنا ارضهم قال له يا ابو خليل ويا ابو موسى ارجعوا على كرداني هذا القصر حسابكم انتوا وطرشكم وتروحوش على سهلي اذا متنا من موت سوا واذا طبنا من طيب سوا ايوان من شان يانا العرب صاروا هون من شان يقتلونا لا وين حملونا المغرب على معار بتنا ليلة شرقي معار معار تاني يوم من معار ضلينا مشرقين على سخنين ما احنا ودنا مي وين في بركة مي وين مي نروح على المي احنا طرشنا معنا معنا احنا بيجي 80 راس طرش معزة وغنم ومعنا 18 راس بقر وخمس حمير وفرس وحياة المسيح والمدى ما بزل الحليب وين في مي نروح رحنا يا حبيبي على سخنين سامع قال عم مرت عم بدنا نرجع البلد نشوف شو فيه نشوف نطل نرجع على هالبلد الدنيا خربانة ولا هن جايبين لنا من قد مكان عندنا جاج وحمام جايبين لنا سلة بيض طير من الجاج وبيجي 7-8 جواز زغليل و4-5 دجاج جايبين لنا عسخنا نهارها سقطت شفامر وبالليل شهر 7 هذا بشهر 7 سقطت سخنين سقطت يا رب شفامر وعبلين وصفوري قلوبي هذيك البلاد كلها وكله التقت على بركة سخنين وحياة المسيح قاعدين على بركة سخنين فزعة الناس يما لو في تصوير زي اليوم الندب النط بعيدين عنك تشليخ الشعر واحد حامل المخدة بدال منها يا الله زعاق ولا تطار مش عارف ماتت الناس وهي تبكي مع مطب حالة فش قالوا يلا قوموا حملوا روحوا على وادي سلام حملنا على وادي سلامي هناك في كمان مي مي الا وادي سلامي هناك حملنا على وادي سلامي التقينا احنا ومين قرايبنا تاني عبلين العش مين من عبلين كان قريب استنى الخور ابراهيم امه منا الخور ابراهيم اكبر احنا الا ليش الخور بقول لنا اخوالي امه مين هي ممكن الا عمتي جميله بوكدها عمتي جميله سامعه بوكدها المهم هناك ولا بقولوا لنا يلا على وادي سلامي رحنا على وادي سلامي التقينا احنا والعش ومرته سامع والتقينا احنا وخليل اليا ومرته والتقينا حبيب الخور ومرته والتقينا يا سيدنا لما انت عبده كان صار يعلمه مرشد فيش حامل وعيله فيش اشي يطق استن عليه قام حياته ابو موسى ذبح الذيحة علقناها بالخروبي وصاروا يشوا النسوان تخبز على تنكه هالقد يما وعليها ريشه وبتعجن النسوان احنا معنا سمن طلع معنا طحين وين كل بلد قبل ما يسوي عليها كان ودوا عليها كم مشوار طحين يعني احنا ما حقتش علينا ذبحوا اكل الصبح تصبح خير قالوا يلا بدنا نشمل قالوا يا خالي عبدو مرشد يا خالي انتوا معاكم مصاري تروحوا احنا شكل معناش تعريفي معناش شو بدنا نروح بنموت يعني اللي معاه بيقدر يكمل واللي معاهوش لازم يرجع بلد بدنا نرجع احنا رجعوا بالليل واحنا وين كملنا بوادي سلامي قعدنا في واحد اسمه هناك جميل الاولى من هو من سخنين اصله وهناك قاعد عنده عامل بستان كبير وبيكون ابن خالتها لمرت عم الجميل مرت عمه لابو يوسف بالفوار ابن خالتها علي عرف قعدنا عندنا هناك مرته من سجور درزية بخذها من جوزها الله يرحمه كان أبضاي وبوادي سلامي لحاله هو أخوه بالضبط ما حدا فيش درز استاجر قرب عليه أخذها وخلفت أولاد وخلفت بنات بنتها من جيلي أنا قعدنا 8 أيام عندنا طرش يشربها بعدين قالوا زادت
هاي تشوف تشوف لما احنا بوادي السلامي لما قبل ما وجينا شاين طرش هذيك البلاد داير بالوعير البقر المعزه الغنم يعني فش ما فيش له عيال سايب داير بالواحد. قعدنا عندهم 8 ايام يلا على حرفيش. حرفيش ان هناك قرابه ابا حياه عمي له بنت عم هناك. رحنا على حرفيش قعدنا هناك قالوا تنفتح الكنيسه كنيسه صغيره هيك الدنيا ما هي شو بنار الدنيا ان شاء الله. حطونا بالكنيسه هناك قامت واحده من هناك اختيارات الله يرحمها جابت لنا طنق مي وجابت لنا كيل مبطوحه العيان. مين اللي كان صريح في الغنم؟ سلفي وحياته ابو موفق بغنم هذول اثنين للغنم وابو يوسف للزعابي والقهوه وحاطط لك هالبرودي البرودي شرى برودي بخمس سلرات ما كانش واحد يلاقي ياكل شراها حياه عمي وهذا تعمل لي هلا بريتشز ما يقعدش مع يضل مع مع الهاي دايرين داير. المهم قال لنا والله معنا واحد صاحب العمي من الدمون اسمه ابو الزلم سامي هذا هو من الطفوله وحياه عمي اصحابي كثير انا معك الياس رايح ما قال له معه عنده بنت ولد هو مرض اجى معنا وين ما نروح يروح معنا السمونا يا بحرفيش بتعلم من الشوب لا حازلهم بهلا هاي السبتنك ممزوع بعيدين عنك ما آمن للمية كل على وعي فكروا يعني اللي بقول ياس قال له مالك قال له والله اللي عندي ندين كنيستك هذا وين ما نجي بوعي ملفوه بالبطانية ولا صاروا له أوعيتا نشفت تلبس تلبس قال له بتعرف خيال أنا بدي عاد أرجع على البلاد يا بموت يا بطي وين من دروة هو رجع وإحنا قعدنا تحت وين رجع؟ على البلاد رجع على كابول على كابول على كابول على كابول إسا وإحنا قاعدين تحت زيتونات تحت حرفيش ثلاثة بعدني لما بقينا نروح بالجن عند أصحابنا وعلى حرفيش هناك هون قعدنا ثلاثة أيام قعدنا هناك لأنه في وادي الحبيس بقولوا له في مي وفي مي والله جايين لك اثنين ثلاثة من ثلاثة ترشيحة عاملين القرآن هيك الهاي وابو يوسف قاعد وداير وجهه هيك على الفرشة اجوا على الحصان وقعدوا يحلوا يا الدنيا فضل قصة هيك ابو يوسف من تحت هالفرشة قال له شو عم تعمل؟ قال له بدنا نروح نحامي عليكم بدنا الحصان قال له روح محل حالك والله اسا بقول كلكم ليش الحصان؟ الله من يزمين ورايحين ضلوا رايحين اسا قعدنا ثلاث ايام يلا على عرميش حبايبي نزلنا عرميش باروده جديده 5 ليرات قالوا تنحطها عند واحد من حرفيش قال له بدك تخليها مجلس البروده عندك حياه عمي ما ننسى ما قالوا له بياخذوها منك اسا الدرك اللبناني والله روحنا نزلنا على العرميش على البركه هناك حطينا تحت الزيتون والتين كله تين عندنا هناك في لبنان حطينا وكل هاللاجئين على هالبركه هالناس مل الزيتون مل الدنيا مل قديش يبيعونا البركه تشرب منها الطرش بس ما تشربش منها الخنازير فيها والقلعيد فيها نشتري التنكه بشل كان الشلل له قيمته كان الشلل وفي يروح يملوا من بيع من عين ماشي للشمال ماشي وانت رايح ساعة ونص وانت جاي ساعة ونص 3 ساعات تجيب قلل المي اللي عنده عمير والعمير ايه المهم هناك قعدنا هناك وفوها للدمون لبقعية راح على لبنان من هنا ليش راح على لبنان هن اصلا من لبقاع رايحين عند اهل بلدي على لبقعية هناك وهذا يعملوا مشاكل اسمه واحد اسمه عبد اللطيف ابو ماضي يجينا على بلادنا وجينا هون يعمل شغل يقاتل صغير كبير صار يقاتل الناس احنا تفكروش احنا حكومه هون مين حكومه لبنان صح؟ اثنين من الدمون من البقعية من دار حيدر هذول علموني اخوانهم اخوانهم من دار فؤاد سعد من عكا من دار فؤاد سعد من عكا اخوانهم إسا أمي أخذتهن هناك وردوهن علموهن في بيروت في بيروت علموهن واحد اسمه إبراهيم وواحد اسمه محمود حيدر إبراهيم زيكو زي دار حيدر والله هناك هن الحكام هن الحاكمين هناك روحوا لعندهن ويجوا
المهم قعدنا فزعت الناس على الريش زمان. إيش سؤال الاختيارية؟ روح أفر للشمال بلكي في بلد دبل يعني مثل ما تقول شو عمره تمرة. راحوا هناك لا أبركي لا أبركي هناك. قالوا يلا ونقلوا رحلوا على دبل. حلنا هالطرش ورحلنا على دبل. إسا عمي كان مرض مسكين. أنت عمرك 14 بهاي السنة؟ لا 16 ونص. 16 ونص 17 لأن تزوجت بنت 14 طلعت بنت سنتين ونص متجوزة. وصلنا يا سيدنا لهناك. أنا نمنا بهالحصيدة دبل كيف عبلين؟ كيف ترسيم تعبلين؟ لما رجع لعبلين قلت يا شعار أمي هذا هاي عبلين التانية هاي دبل قاعد هيك على هاي ومن هنا ظهر حمار قولوا له من هون قلت إيه. قعدنا هناك مين دري فينا؟ دري فينا مختار دبل أبو الخوري. قالوا في مسيحية قاعدين والله مثل لسه جايين عمي مسكين صيدته انفلونزا ونايم وسيدي قاعدين هيك. السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا. قال أنتوا حضرتكم منين؟ قلنا له حياة سيدي احنا من الدمون. قال الدمون إلى علينا فضل. أهلين انتوا مش اللي بتقعدوا هون انتوا مش اللي مش قعدتكم هون يلا حملوا فوق في دار كل واحد له دار وفي يا سيدنا لما انت محل غنمكم يعني تقعد. والله طلعنا لعندن ولا هن بهالليل هالنسوان هن جايين يسلموا علينا اللي جايبت لها شوية سميدة اللي جايبة حمص اللي جايبة فول قالوا سلموا علينا وقعدنا احنا قعدنا عند ناس اسمهم دار ابو الياس حد دار وسيدي قاعد عند الكوري كوري مطانس وقعدنا كلياتنا عين هناك صاروا يخرفونا ونقعد احنا وياهم. اسا شو قالوا العرف اللي بينك وبين اهل الدمون؟ قال قبل كم سنه كان بعد سيدي الكوري طيب انسرق الكاس من الكنيسه كاس ذهب هذا اللي بناوله فيه اللي بناوله فيه انسرق من الكنيسه. اسا بقدرش بدنا ندوره صاروا يمشوا من بلد لبلد 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 وين في بلد فيها نصارى يسألوا لأن سرقوا نور زي ما كانت النور تيجي لعبة أجوا عدمون لفوا عند سيدو الأبوي قالوا له كم من قبل كم سنة راح الكاس تبع دبل نس الدبل قال لهم أنا أخذته شريته استبعوا للخور شوفي جابوه من لبنان باعوا بقبيه باب النور قال لهم هي سيدو الخور تفضلوا هذا الكاس تبعه ظلت إسا هذول شو اسمين؟ اسمين من دار النداف قرابة دار الشيخ أحمد هذولا قرابتهم يعني بعدين قالوا إن ناس دارت وقرابتهم في بيت لحم بيت جالة وبعبلين وبهي إسا لما أنا جابوا يوسف لهونا قال له إبراهيم الحبيب بخير أصحاب دار قالوا إيه أنت والله أصلكم مسيحية والكل هو تعرف الإسلام أجيت وقتلوك وعملتوا ضحكتوا على أهل المسيحية ضحكتوا على الإسلام عملتوا شيوخ يضحك إبراهيم الحبيب. المهم يا سيدنا قعدنا هناك رحنا في قعدنا شهر 9 في لبنان بعد بلبنان إحنا قعدنا برا 6 أشهر إسا بدنا روح يا أبو رأفاك أبو يوسف خدموا البلاد شوفوا شو صار عجب الليل مش عجب النهار ومشي من قال وين انتم من لبنان لهون مشي يا عم جاي من زجيك الحكي المهم سامع المهم يا سيدنا لما انت وصلنا هناك روخم والله ركب ابو يوسف ابو نجيب افندي موجوا على البلاد بالليل هون ينام هون يقوم هون توصلوا البلاد أجوا على البلاد أجوا على هالدور ولا الدور الفوقاني تحتاني يا الله شوف قديه تعب عليها وبطول مشي قعدوا يومين وعاود رجع بالليل مين هدها يعني؟ مدها هدوها جماعتنا الأسلام هدوها كيف؟ هدوها الزيادني بتعرفش بتتذكر مات حميد اللايوي قتل عبد الرسلان بالسيارة دهكو أي سنة؟ استنى بال 49 بال 49 49 اخرها مات هون عند الطريق بالليل احمد حميد اسمه احمد حميد منين؟ من دار الحج وشفيق ابو عبد المجحوم هو اللي هبط الدمون هو اللي عمل ليه؟
هبط الدمون متنقم، وهذا اللي شرى الاراضي لليهود، وهذا اللي كان مع اليهود، وهذا اللي واخذ يهوديه اسمها استر، اللي لو جابت منه مازن يا بعد طيب مازن مين؟ ابن شفيق. ابن شفيق ايش؟ بقاعيه مين؟ الا سامع يعني الناس لما تركت انتوا تركتوا، ضلوا هناك ناس اللي تاجروا بالاراضي، هذول ضلوا هون، هذا كان يبيع زمان الانجليز، ضلوا هن هون ما ربحوش شفيق ما طلعوش. هسه لما داروا يهبطوا البقعية هدوا الدور الزياد بالعقولي، وهذاك احمد يعني البقعية كان يكرهوا الزياد، يعني ما كانوش يحبوا الزياد، كان عندهم يعني تنافس على المخطرة، المشاكل عندنا مسكوا هذا يهد عبد احمد حميد للبقعية، وهذاك الشفيق ابو عبد يهد للزيادني، واحنا رحنا بالدوك بالدوك هبطونا دورنا هني. هسه لما بخنوا رجعوا عندكم نجيبوا هسه لما قالوا لقوا هالدور هيك رجعوا على لبنان، رجعوا خبر، قال لي شو بدي اخبر، السقف في الارض فيش دور، ساعتها ستي ام خلي نزلت مي زرقاء على عينيها، قعدت سنه وشوي وهني بدك الدور هاي مش وهني وسيدي تقول ظهر فلت. طيب يلا بدنا نروح، نروح في له ابوي صاحب في كفر سميح، بنته بخدها ابن عمي بابو سنان، ابن عمي ابن عمه لابو اخو ابو اسا وهناك اسا اجوا شافوا هاي المحضية عنا اياها بقول لك قدامها، ابو سليم بدي اياها لابني او بعطيكم بنتي لرفيق حياه ابو مرة. هاي حكوا فيه واحنا بالدمون، هجينا ظلت الصحبة، استوس ابوي ما راحش معنا على دبي، ابوي كان تاجر يجيب مهرب من بيروت ويجي من هون من اسرائيل من اللي اسا ياخذوا واهل كفر سميع الدروز وكله ياخذ من عند اهلي، ابوي يعني كان مدبر حاله كثير. يا ذيك الايام المهم يا سيدنا لما انت تاجر في الهاي ابوي عمل اسا قلنا احنا بدنا نخلص، رجعتوا على كفر سميع، رجعنا على كفر سميع عند مين؟ عند اصحابنا، ما حب ما يبدي يروح منا طرشنا، الله وعامل الله الله ما يبدي يروح منا، ما يجينا استقبلونا بكفر سميع بكل رحاب الدروز وجماعتنا المسيحيه، بيتوا غنمنا بيتوا كل شيء يعني، وعنا حتى كنت بقول لك كانوا مريم اختي بدهم ياخذوها. هسه ما نزلنا، وين طلعنا من رميش؟ على الخمسه بالشتاء بالسقا، قد ايه وصلنا كفر سميع واحنا ماشيين على مشيت الغنم، وصلنا على التنتين كفر سميع واحنا ماشيين من الخمسه للتنتين على مشيت الطرش، ونشوفنا الدبابه اجت من الغابه تنام بالارض وصلنا كفر سميع حتى الله يرحمه حياته ابو يوسف لما نجينا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، عنده خوات كثير صغير، ولا بقول لي يا عمي مش اهلا وسهلا، اوعى كنت تفكروا اللي بدكم اياها هاي مرتي قامت تضحك تضحك الناس. قعدنا 40 يوم يما بكفر سميع، بتعرف قد ما يكون الناس بتتضايق، شو تطلع المسلمين تاخذ عمارة تقول طابت واستطابت، ما حدش للضيف حجه يعني روحوا طابت واستطابت، ما حدش للضيف حجه. طيب قالوا الدنيا مليحه يلا كدوا، طلعنا بالنهار نزلنا من كفر سميع على الرامية، من الرامية طلعنا على الليات بقولوا لها هي هناك على الشغور على الليات، من هناك نزلنا على شعب، من شعب طلعنا على طمرة، على كابول على طمرة، مش دغري على الدمون، لا دمون ما هبطة شو بدنا نجيبها تحت رمينا. اجينا على عبلين، كيف جيتوا عبلين؟ عمامه لابو يوسف واخواله اخاله لابو يوسف ما طلعش، راح راسا عشف عمر، عشف عمر وين قرابه دار عبود عشف عمر، وعمي الجميل برضه على عشف عمر ودار اسحاق وباقي ودار ابو شحادي هذول كلهم عشف عمر. احنا اللي رحنا شمال، هسه لما رجعنا بقول لك قالوا يا عم عشف عمر ضيقه وحضنتها ضيقه وعندنا معنا طرش الله مش راح تحملنا احنا عبلين احسن. اجينا على عبلين اول ما لفينا على دار موسى الخوري شايف حطوا الغنم، كان عندنا ابو دار ابو كرم دار ابو كرم دار ابو كرم حطينا المعزه عندي. استوين قعدنا احنا اعطونا بيت عند دار المر، هذا كان لابو حنا المر، وين نصر البيت؟ انت حدوا بيت لابو حنا قعدنا فيه، ما احنا لانه بخصونا دار المر. المهم قعدنا في هالبيت، البيت فيش له باب وشباك وياش حبيب لا في منفس. طيب
هاي مرت عمي ما ظل براسها. أنا عقب ما أكون قاعد ببيتي مسرح حيفة وعكة والدنيا عبالي أنا أقبل بهال؟ أنا بديش أظلهم. طيب قالوا وين؟ قالوا دار نور مخايل بعدين بلبنان، أبوي بعده بلبنان. قالوا اقعد بأوضته، ما هي مرت نور مخايل أم موسى، ما هي إحنا أخوالها. وشايلة مشايلة من أمي بالكيلو شيلتنا إحنا. قلنا وإحنا بدنا نموت. والله حملنا حالنا ونقلنا هالشرشات على الأوضة تبع هاي العتيقة بعد حتى عند الله. والله جايينا مثل قرن الخروب. حياتي يا ابو نجيب تفضل. قال يا عم انا بدي اعملها دكاني، فيش تقعدوا هون، فيش تقعدوا، انا بدي اعملها دكاني. مش عارفني اجت شتاي ام عرسان. ام عرسان قبضاية. ام عرسان كانت مرة مش حي الله في ام عرسان مرت المختار. لا امه لعرسان لسلمان، امي الاختيار شتاي اسمها. مرت المختار. ام المختار. ام المختار. قالت له ولك يا ابو البعيد يا ابو جسود، ولك انت بتعرف دورن هذول؟ انت بتعرف شو كلن هذولا؟ انت بتعرف مين ان هذول تتقلن هون؟ يلا عندي. كان بعد سلمان وعرسان بلبنان. هي وبنتها كانت وكلتها حياه بديعه لنحركها. والله حملت وقطتنا الاوضه الشماليه، والغنم بتبات عند بنتها، ما هي بنتها مرتين كانوا. بتبات هناك ونروح نحلب الصبح، وعشنا معاهن. لسه راحت يوم تجيب جوزها. بديعة لبنان. جابت عرسان وجابت سلمان، ظلت توشت له لسلمان، تطلقت مرته. الولد سلمان كان ميخذ واحدة اسمها مريم من حيفا من دار الخوري. وهي كانت مريم مري هذيك مرة، هاي نادية بصر شو شكلها. المهم ظلت ورا تحكي، طلقوها. دشرها هو بنت ابنه وجابته مرت عرسان لسلمان لهون. ما فيش جمعتين جوزته بنت اختها، بنت أبو أيوب. إيه المهم يا سيدنا، لما أجوا تعرف استحينا يعني شو زلمة هون وإحنا نضل قاعدين بناتين. قلنا بدنا نشوف سالم. قعدنا قال الخوري تعالوا عندي يا قطي. مين الخوري؟ خوري إبراهيم. خوري إبراهيم. قال هاي في هون محل بيت كبير للغنم، وتعالوا اقعدوا عندي هون سالم. عبي ما تدبروا حالكم. عبي ما تدبروا حالكم. والله قعدنا إحنا بأوضة حياة عمي أبو موسى قعد معنا، وإحنا بأوضة وهو بأوضة. الصراحة أجا هيك العيد الكبير مثل هالأيام هيك، وإحنا عندن إسا أجا كان يدوروا يعملوا طوق ناس من الصبح يجي يقولوا طوق حكم العسكري يعني. حكم العسكري. حكم العسكري تصريح. تصريح. لا يلا يضب النسوان زلام برا. وتخلي البيت مفتوح وفوت الجيش يفتش. واللي معوش هويه حاجه تفتش سلاح. لا بدنا ندمين من معه هويه ومن معوش هويه. فهينا. بعدنا معناش هويات. بعدنا معناش هويات. هويه اخذناها بعدين، اخذناها لما اجى ابو رأفت كان اصحابه صباح الضابط هذا كان بشو عمل. لما اجى على القنطش ولقى صباح بالقنطش قال له تعال يا نجيب تعال تعال. قال له قبل انت كنت سراق. قال له كنت طاطي، إسا فيش سأجأ أم اليهود سرقة فيش عدس. وأنا بعرف أهلك مش هون، جيبهن. هو اللي جابنا من كفر سميع. جيبهن خليني ياخذوا أحصى وغويات. ولما جيتوا عملوا لكم إحصاء، مين عمل لكم إحصاء؟ صباح. مين كان؟ بس مين كان يعمل لي نشتم الإحصاء؟ الشيخ علي وسليمان زيدان والخور إبراهيم. خور إبراهيم اللجنة. عاملين اللجنة. قاعدين هيك فتنا على القنطش، هذا اللي حي ما زال عندي الكفر. شو اسمك فلان انطيك. سجل. اعملنا. اي سنة هاي انت بتتذكر يعني اي سنة؟ احنا اجينا. 50 بعد 49. لا احنا اجينا ليلة ال 59 بالضبط. على اي سنة؟ 49. 49 بالضبط. بالضبط. يعني ليلة ال 49 كنا هون. وكنتم هون. وعملنا ظلوا ما ينطقوا مع هويات. اسا صار ابو يوسف بلا هوية واحنا بلا هويات كلياتنا. يعني على الاحصاء. أبو يوسف مين لف؟ لف على جماعتنا الإسلام أصحابه وياه زي ما كان بده هو. وعلى حياة غطاس الجريس حدوش يبقى غطاس كان يعني. ممكن عم يحدوش. وروح يتاجر هو وياه ولف وجيبه رسلان يجيب تلحين لرسلان. المهم الصراحة على كابول يجيبه نقل تعجول هو غطاس. هذ كنا صرنا ساكنين عند دار الخوري. والله مثل لسه ولا جاي غطاس لحاله. قال خذ. قال وين مرت موسى؟ قال له إياه. قال خذ عين مصريات. أبو يوسف بات الليلة كان طوق بكابول واللي واخذوه
ضبوا حبسوه اخذوه على الكبون على ابناء على الاردن بريت الحدود بريت الحدود الا بريت الحدود يلا لما وصلوا عاد لما ركبوهم بالتركات لما ركبوهم بالتركات صار يقولوا واحنا نوينا على السفر وبخاطرك يا بلادي كبوهم راحوا ابو يوسف هو صاحب اسمه كمال احسن هنا نزلوا ماتوا من الجوع نزلوا على نابلس صاروا ياكلوا هريسه قال له لك بدنا نرجع يا كمال قال له اطلع اطلع تنشوف لنا ابن حلال اطلع فوق بهالجبل ولا بيوت هالشعر منصوبه قال له هذيك بدي وبدنا نروح لعندي طلعوا لعندي نقول له هن عرب التركمان هناك عرب التركمان هناك لما كبوهن على نابلس بس كمان من اي صاحب ابو يوسف كثير طيب ابويا قال له مكبون مع بعضهم قال له في طلع لي بهالجبال شو فيه قال له في بيوت شعر قال له اطلع عليه هاي بدي بدنا نروح لعندي طلعوا لعندي ولا هن من عرب التركمان منين انتم منين انتم قالوا لنا احنا من فلسطين من اي بلد قالوا لنا الدمون قال لهم حياكوا الله بتعرفوا فلان قال لهم ابوي بتعرفوا ابو موسى مسيحي قال لهم انا موسى بحالي كانين يجوا على الحصادات يحصدوا بالدمون او يقعدوا ياكلوا ويشربوا من عندهم قال لهم فضل علينا حكوا لهم قالوا لنا وين ترجعون يا اولاد قالوا رقى قال لسه مش شفت واحد يدلكوا على الطريق ترجعوا نادوا على واحد قالوا له يا فلان بدك تاخذني الدار على الطريق قال لهم هسه بيجي اخرى شوي بيجي انهزم ما استرجعش قال له قمت نمشي احنا مشيوا اثنين بهالليل مشيوا هذا ابو يوسف انقلب راسه هذاك قول له من هون وهذاك قول له من هون هذاك قول له من هون وهذاك قول له من هون قال يا فهد احنا متجوزين ما نطلع كل واحد يروح لها اسا هذاك اللي كان صح كمال ابو يوسف كان راسه هاي اسا ما تطلع ولا يا سيدنا لما انت هالضيات مش مر عليك مكب ضيات ايش قال ايه والتراكتورات وايش قال يهود شو بدي اعمل؟ نبش هيك ولا في حجر قدي على باب مغاره وفوت عليه فوت عليه كل نهار هو فيه في هالمغاره مغطى الحجر عليه يطلع منين بده يفوت معان في الدنيا والصبح حطه بسنانه بس عتمت الدنيا واجاك قرب لجاي لجاي ولا في بعيدين عنك كلاب بقول بتعوي وكرم هاللوز حامل قال نزلت فيه هو بشهر أربعة ثلاثة شهور ربيع نزل عليه وصرت أكل اللوز قال اطلعت ولا ثلاث أربع عوض معمولات وشو على البقر على الغنم قدام دقيت على الباب قال مين هذا؟ قال له أنا ضيف قال له ما في ذيوب بالليل روح من هون قال له بدي بفرش من هون بدي فوت قال له روح من هون قال له مش رايح أروح أنا مش أنا بدي الليل أكمل عندك قالت له ام اختياره فيهم بنات حلال قالت لي يا ولد برضا الله عليك قوم افتح لها الزلمه قوم قال بقول حياه ابو يوسف فتت ولا كل اولاده ريف الاوضه قال مش على النار اعمل لي قهوه قالت لي ما بدي اجيب لك تتعشى عامله زقليطه هاي زقليطه الكبه هيك بيعملوها بلبن بلبن وهي بزمان ابو يوسف ما كلاش قال من الجوع دبكت بتاكل أهلا كانت ولا بقول له يا ولدي اتعشيت وتقهونت امرح من هون قال له بروحش من هون انا نايم هون قال له امرح بلخ حدا فسد علينا اشي اليهود تتنقم لي قال له مش رايح انا نايم هون قالت له قوم افرش لها الزلمه فرش قال ما امنتش كنت اسلم لي اليهود كل ما بشوف اتحرك اعمل راسي طلع النهار تصبح خير قامت حلبت بقولوا جبتها للرغيف وطاسة الحليب شربت قالت له تعال تقول لك يا ولدي تعال قال له شو قالت له هذيك الناس رايحة على السوق على الناصر سوق اثنين كان بالنصر امشي وراي كل هذا الطرش رايح على السوق انا مشيت وراي اهل كسال وهل هذيك البلاد مشيت وراي اجيت ولا اني على السوق رأسا قال دبكت بالهريسي قال خلصنا من السوق مشيت وجيت وصلت وين بان ابراهيم البدوي قال فوق الجرار الجرار
فيش حدا من عبلين. طيب عبلين عندها طرش اليوم الطرش في الشو حدا وراعي برا ولا في اشي. هاي كنا عبلين اليوم مطوقة طوقوها عبلين مطوقة عبلين ابصر شو صار. لسا عمي ومرت عمي والراعي صارح في الطرش اخذوا ياسين ابراهيم سلفي كان متخبي في الباكي تبع دار القوله طويل هيك وانت نازل طويل لجوا واخذوا عم ومرت عمي سالوا الخوري قالوا له يا خوري في عندك ناس بلا هويات قال اه والله في عندي قرايب قالوا له يلا اجوا اخذ عمي ومرت عمي يا رب سامع انا وين قاعده انا وحياه انيس الحداد عندي بالعقد وما بوس بعد مش مروح وغزال النور صحاب كنا قاعدين احنا ويانا هناك. اسا قال لها يا مرة حسبيش حساب مش رايح خالي الخوري خليه نسوي. شوي جابوا دار عيسى استقران وجابوا محمد العبد الله ابو نمر. ابو نمر محمد العبد الله الميلاد. اسا هناك هذول وين الجين لسنان زيدان. هذول ما خلينش يروحوا خلاش اللي هو تاخذه. ما خلينش يروح لسنان زيدان. احنا قال لنا مبلا ما حين حدا ولا بقول له في عنده ولد ابنه ابراهيم متخبي بنتي بنت جوا. قال له روح جيبه. اجى عيات عمي معه بوليس الجيش واجى نادي هي ابراهيم يابا هي ابراهيم يابا اطلع تعال هسه. قالوا له ليش هذا هيك؟ عمل حاله اطرش انا بسمعش ما سمعش. راح لهناك وين كانوا قاعدين؟ وين مصف الدار ناصر؟ وكل الناس مكون قدام انيس الزهران. انيس الزهران بالساحه كلها هناك. قال له ليه بت ما قالوا له بسمعش اسا من نجست اليهود وهو طالع على الدرجات عم صف الدار ناصر زبط وراه شلي التفت حلت والله علق. طب ايه بدي اعمل انا؟ قالوا عمك ومرت عمك اخذوا لنا. طب شو انا بدي اعمل بهذا الطرش؟ اسا بروح كله جايب الطرش عند دار الخوري ولا بتعرف عملوا دار الخوري معنا طلب بالاخر شنو؟ انا بحكي ورزقي على الله ويصلي سامي شو بدنا نعمل؟ إسا وإحنا قاعدين هيك حياة مراجع أجت ستي أمي ما خلتنيش لحالي الراعي عشر طرش وضب وحلبة وإشي. أجت حياة ستي مراجع أنا يا ستي يا حبيبتي تخافيشي أنا حواليك وإيش أبكي أبوي بعد بلبنان وعم نجيب أخذوه معي نكبوه وسيد اختيار شو يعني ستي أبكي مثل إسا ولا هو جاي ابو يوسف مين ابو يوسف يا سيدنا لما انت قاعد على الخروبه اللي وين ابراهيم المصطفى باني فوق مع مين مطلع طرشياته حياتي الياس الفهدان ولا بقول له لك الياس شو في بعبلين قال له كان طوق واخذ امك وابوك اخوك شوف التليفون يا سيدي ولا بقول له شو قال له خذوا ما ظل براسه روح نزل ابو يوسف اجى على خالو كان قاعد عند دار وين وديعة رزق قاعد كانوا قاعدين عند المحل. انت قصدك خالي خوضة قصيص؟ خالي خوضة امي احنا اجى ابو يوسف عليه صاروا حياة قال له شو ابو قال له قال له استنى ولا هو باعتين لصبحي يا بعد عايش صبحي بن يوسف الناصر روح قول لما خالك موسى انه يا موسى اجى هسه قاعد حياته مراجي ولا تقعد اليوم قال يا ستي بدي اشتريك بقول له شو قال يا ستي عمك معه مصاري تعرف المصريات اللي حطوهن بسهله انه كانوا غضبانين احنا لي قال ليش موسى كبوه؟ ليش؟ قال لي ما راح يشتغل عيشك قال ما كبوش ابني قول لي قلت له والله يا ستي باللي سمعت ما في باب بيني وبينه سمعت انه كلها في كيس لبن عندنا محلى وين يا بابا بدي اروح الحديد انت نازل من جوا حجر هيك قال لها ارفع الحجر تحت كيس اللبن وحط المصريات سمعت قلت له بعرفش عملون ولا لا حطوه مش في الدنيا على الرياب وغيره قمت رفعت الحجر لقيت هيك جزدان بلا مصاري فلسطيني ومصريات تمرت عمري حاله مصريات لحد الواحد قلت لها هي هل هاتي حطها لابو يوسف هاتي حطها لابو يوسف شو بتحطها لفتهن وخيطتهن قالت الزمر هي المسيح النبي الزمرت عليه ولا ابو يوسف جاي قال هاي البلد مش راح اضل فيها هذا شو قال البلد اللي سلمت اختياريه لا اسرائيل ياخذوني كبوهن انا مش ضارب فيها. ثاني يوم راح جاب تاجر من كوكا باع 11 طعور. الغنم. وراح اسا عمي ابو موسى ما روح روحوا معهم من الدوام يخرجوا من حتى الاسلام.
عالطريق هن ماشيين بالليل صار عليهم الطخ الكل في وغميد ناموا بقلب القمح ولاي. اسا ابراهيم سلفي ضل منهزم ما عرفوش وين راح. ينادوا ينادوا حتى مات واحد اختيار اسمه بكون ابوه لهذا اللي بقول لك على اواعي بالحطي. هذا مضل معنا. قال له مات هناك وما حدا اخذ ابوه ضل هناك يا حرام. اسا دوروا ابراهيم فتشوا ابراهيم اعملوا ابراهيم يدب الصوت مرت عمي مات يرجع يدور بالقمح في الشرف. ابراهيم ظل يركض يركض ما عرفش حاله الا لوجه الصبح بالرين. بالرين. اسا روحوا هون مرت عمي تبكي مات عملت مناحه عملت هاي مات ابراهيم مات ابراهيم وشو قامت هالايام. المهم وقعدوا ثاني يوم اروح قال له وين السواعير؟ حياه عمي لو قال له بعت قال له ايش بيع؟ قال له بدناش نضلوا في هاي البلد. قال له هات المصريات طلع على كوكب رجعي رجعي. قال له هون نروح ليش؟ المهم ضلينا قاعدين عند دار الخوري. اجى الزيتون اجى الزيتون بتعرف كانت عتمه البلد وفيش كهرباء وعلى الهاي على درس الزيتون على الفرس والله عم بدرس دار الخوري بالليل ولا اللي بده قلبها الناس عند مين كانت؟ من الحاره الشرقيه عند الزيات ولا عند دار النشوبي؟ لا اي مسره؟ مسره دار النشوبي النشوبي على فرس كان على فرس حجر حجر. المهم يا سيدنا لما انت قال مين بدق على الباب حياة أبو يوسف؟ قال له أنا حبيب خل حبيب خلي مرقالة تيجي تضيف مع الزهور وهاي زهور وفجوة ونجلة. مين حبيب؟ حبيب الخوري. حبيب الخوري ما كان يلتخ هيك سامع. قال له أبو يوسف شو؟ قال له مرة تبتقمش من حد تروح تدق زيت لحدا الصبح تصبح أخير ولا بقول كل واحد يشوف سامي. عمي نزل أخذ أوضة دار ميلاد تحت وين إسا العيادات كل شيء دكاترة تحت كان لدار ميلاد ما ميلاد بلبنان اموال متروكه اخذ استاجر عمي وقعد هناك واحنا طلعنا دور وفتش وشحر على بيت ولا في بيت لدار عواد بال الكنيسه كان لدار عود العيسى باب واحد وطاقه هناك قد ايه بدك يا حلوه؟ كانت بتبدي اخر بدي نص ليره كل شهر طيب خذ نص ليره بيت طين بابه بفتح طلع باب الكنيسه ويا سيدنا لما انت وشباك واحد استدار خالي كانوا قاعدين بدر الشمل ابو لطفي كان صار شريف قاعد هناك. المهم تعال يا سمرة هاي سمرة بتكون عمته لحياة وديع البرجاز ابو سلمان ابو سلمان ما هي بقفش بتأمين يمه ولا في اشي ابي بتشتغل. قال ابو يوسف تعالي جيبي الطين طيني لنا اياه ورشقي لنا اياه وصلحي كله وقديش بدك بدي اعطيك. والله عملت لنا انا شو كان الواحد تنظر ولجن وفرشت وشو عاد مين جيراننا؟ جيراننا كلهم اختياريات. في ام يعقوب البيوض. في يا سيدنا لما انت ام مسعد. من حدنا ما جهزش اولادها من دار ام مسعد من دار جرجور اخذت امها صح؟ في مسعد كانت متجوزها ابو سعد شو اسمه ابو سعد اخوه لابو عايد بكون؟ لا مش اخوه لابو عايد. لا هي انت بتحكي عن ليدا لا هي كانت من ماخذه من دار جرجوره من دار جرجوره دار جرجوره المهم هناك وحد مخاطر اخرى مرت مخاطر السيد وحد مرت الدحدول كفى اختياريات انا مرت انيس انا ومرت حنا الحاج الصغار لو كان جوز صغيري وكل نهار اخذ خبره من هالعجائز واخرف في المخرف كانوا يموتوا على الارض اللي بدعس عليها قعدت كانش عندي اولاد يما شايف تجوزنا بال 46 خلفنا احبنا بال 55 بال 52 قعد بيجي ست سنين يوسف 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 المهم وهذا لما لما الكل يركض علي الكل قعدنا نخلف تعصرت وكيف نقلتوا لهم كيف تتنقلوا؟ ما انا جايتك في الحكي قعدنا هناك هسه لما قعدنا هناك قعدت اخلف يوسف خلص بدها تموت هاي البلد هيك اصلا انا ساره وراي هيك هيك قالوا ودوها على موفق على شو عمل جابوا مفيش في عبلين كلها الا بكم عند ابراهيم فعدان شو كان عنده؟ بكم بكم سياره بكم هيك حطوا الفرش وكله كان في شارع شو عمل من هون ولا من لا من لف من النعمه ما كانش من هون والله حملوني بس اللي بجا كنت تبكي هندسوين وراي وهذا الامر مين كان؟ كان اخوه لابو اسماعيل محمد محمد ليش راح غار بلبنان بلبنان هذا كان عند ابو سعيد
وفاتح القرآن وصلي لي وبسعيد فاتح الإنجيل وصلوا لي ويطب على الهاي تحمي هالمرة تحمي هالمرة. أنا كنت لا نشوف إحنا ناس في الشمة في الشفقر بعض بنات تشتغل كلها بحيفة وسبت إحنا الله منعي من فضل أبو يوسف تاجر شاي يطلع معلبات مكان يطلع معلبات لحمة وبيض وجاج وعلب ورز. أنا من قطعتش أنا من نهاد والخير فوقي أعطيه 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 لمخاطر صارت ربها اللي خلقها أنا. طيب إسا بالثلاثة وخمسين أول شوارة أبوي أرض هون من جورج الألية إعمامي وأبوي شروا أرض من هون. استظل حصة مين؟ خليل الإلية. خليل الإلية أخذ حياة أبو أدمون ما رحتوش يمكن لأبو أدمون أبو لأدمون هذا إسا هذا أصله من حيفا الحداد إسا شرى ضمن نص أبو أدمون وأهلي أشعروا من غاد ضل در من ربع. قال أبوي يا با بدك تشتري بدك تيجي تشتري قلت له أنا شوار كيف اشتريتوهن قدي ما كانش قادي الأرض ما أنا جيتك بالحكي هيا سألنا عمي عمي ما مصاري يشتري باللين كله هيك هيك راحت المصاري منه. المهم قال أنا اشتري عند الوويات كان صابر وويات أنا هقوم أكون قاعدة ببلاد أجي اشتري هون أم بديش اشتري هون بديش اشتري هون وشو بدنا نعمل؟ قال أبو ريال أنا معي مصاري كان تاجر أبو يوسف وانا اتاجر في الدار جيب لي وانا ابيع تيجي الناس واشتغلت كراسي هاي الحلفه انا عاد برا ما كنت اشتغلت كراسي ولا ابو لطفو انا تعلمت صرت اشتري وكمان اشتغل ابو الي كمان ابو الي يجيني اشتغل ويرسات وكراسي وانا صرت اشتري لابو يوسف من برا وانا من جوا قال ديش بده فيها خليل الي قال 200 ليره ليرتين ليرتين كانت ليرات والله امسكنا قلت له كنت عندي فقاسه دري فيها فقاسات ابو يوسف في دير حنا راح جابها فقاسه بتيجي طول الكنبه هذيك يما هيك عالي زي التواليت الها جوارير تسع 450 بيضه والها بتفقس الصوصان على ما على البريمس وبفتلك الها مواسير من جوا لحمايه المي وعليها ميزان تطلع على الحراره قديش جاب ابو يوسف وصلنا يجيب بيض من كوكب يجيب من هذيك البلاد كان يسمحوا لكم تجيبوا بيض ولا مهرب؟ مهرب فيش كله مهرب زمان الحكم العسكري الحكم العسكري مهرب واللحمه مهربه ممنوع نذبح يذبح ابو يوسف اللحام يذبح ابو يوسف ولازم قبل ما تفجر النهار تكون صرت شاطر ما تخليش كل يدق بالليل خذ لحمتك خذ لحمتك خذ لحمتك ما نسترجيش الا كله مهرب. المهم قعدنا هسه أجعاد بقول لك أبو يوسف قال شو بدنا نعمل؟ قلت له شو بدنا نعمل؟ بدنا نشتري الأرض خلص. أجينا جبنا هالليرتين لأبوي طنا إياهن وعمل الورقة أبوي كتبها هيك استعراج تعرف خط أبوي من الطبق أبوي ما فيش كان أشطر منه بالليل وبعثها لخليل إلي مضاها دفعنا له شارينا الأرض لسه صار أبوي بان الأوضتين تبعوته وبرقفات قطين وبموفق قطين. إسا احنا شرينا الأرض بدنا يا عمي قال أنا بقعد اشتحت بتقعد اشتحت يلا بعت الفقاسة سامع وبعت ذهباتي وبلشنا عمرنا قطين هون هيو قطين من الغال دار من الغال قطين وما فيش سنتين زمان عملت بير هسه ابو يوسف بيقول لي ولك ولا صار نزال الاسلام ولك كل ما بدك تشوف صاعد ثلاث محصيلياته تمسحيه ولك بدنا قلت لنا نعمل بير قلفنا 8000 ليره البير وانا اللي ابحث نور الحج يبحث من تحت واتناول اتناول منه ما حدش عامل قصرتوه وظبطتوه صرنا قصرنا يا حياه مهاوش وهذا وهالمي فيه ما شاء الله عنا وعشتوا وخلفتوا الاولاد مين خلفتي؟ خلفت يوسف خلفت بنت عاشت 6 أشهر ماتت صابوا لي اياها عين بس تطلعوا عليها ماتت الله يرحمها تعيش قعدت على راس البنت اللي ماتت 5 سنين اخرى خلفت بعد ال5 سنين ابتسام بعد ابتسام خلفنا شبان بعد شبان خلفنا واحد وقلنا اسطب بالحمد لله نشكر الله يخليك اياه الله يحفظك يوسف خطبت له ابن 18 جوزته ابن 20
والعرس اللي صار ليوسف عبلي. قديش احفادي لك تذكريتنا كم حفيد لك؟ الله عليه اسم الله عليه. كم حفيد؟ اسم الله عليه 20. 20 حفيد؟ 20 مضبوط. 20 حفيد؟ 20 حفيد. استنى يوسف 7 يسبع العيد. وائل 5. لا عندي كمان اولاد متزوجوه. ما بقول لك كمان يا عمي انا ما بقول لك اولادي غير اولادين. عندي بقول لك ابتسام عنده 5. يوسف عنده 7. وائل عنده 5. وشبال عنده 3. احسن من 20. 20. الله يخليك. الله يحفظ. السعاده اولادي. لا كمان 8. 28. الله يخليك. الحمد لله نشكر الله. بس انت اخر شيء ذكري لي اسمك بالكامل. يعني وديعه خليل عبد الله. انا استنيت ان اقول لك. انا وديعه. مرت موسى الدموني. بنت خليل العبد الله. اصلا من الدمون. ما بنسى اصلي، ما بنسى مسقط راسي، ما بنسى جيراني، ما بنسى اصحابي. سامع هيك احنا بننهي. وشكرا لك. والله يطول بعمرك. الله يحفظك. اهلين زيدك. شكرا لك. اهلين يا حبيبي. اهلين. شكرا. نشكر الله. اهلا وسهلا شرفتك. قوم يا حبيبتي صبح.